لنا نأتي إلى عالم وواقع السينما الآن في ظل جائحة كورونا. يعني مثل ما بنعرف أعمال كثيرة توقفت وأيضا دور سينما مغلقة فعليا. فحدثنا عن طبيعة الخسائر يعني على صعيد الأفلام أو طبيعة التغيرات التي حدثت على صعيد صناعة السينما في ظل جائحة كورونا. يعني من الأشياء الغريبة أن السينما في الحرب العالمية الثانية في أوروبا لم تتوقف وبقيت مفتوحة، لكن في جائحة كورونا أغلقت. تخيل هاي المفارقة أول مرة بعرف. فتخيل يعني حجم المأساة التي سببتها الكورونا بالنسبة للقطاع السينمائي. طبعا لما تتوقف دور العرض أنت تتحدث عن معارض المنتج توقفت، وبالتالي بالضرورة أن يكون خط الإنتاج قد تأثر. نعم. اللي هو خط الإنتاج السينمائي والمصنع. الذي حدث أن 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 هناك إحجام عن الصناعة السينمائية، لأن الناس لا تحب أن يخرج فيلمها على الشاشات الصغيرة إذا كان فيلم سينمائيا. والإطلاق وتعرف هناك طقوس سينمائية. بروح البرستيج. يعني. هناك طقوس سينمائية. الشاشة الكبيرة، الإطلاق الفيلم، شباك التذاكر الأمريكي المشهور الذي أصلاً يعتمد على السينما. صحيح. ومع أنه أيضاً من المفارقات أن الجلوس في السينما ومشاهدة الفيلم بالسينما آمن، خاصة بعد إجراءات الأخيرة. أنت عندك المسافة البعيدة والكمامة طول الوقت لا تحتاج، خاصة بعدما منعوا الطعام والشراب. فأنت فعليا في بيئة مع هذا هناك إحجام. حتى بعدما فتحوا السينمات في بعض الأماكن هناك أفلام مثل تينت لكريستوفر نولان الذي كان يعول على إعادة فتح السينمات لم يلقى ذلك الإقبال، لأن الناس ما زالوا يخافون ارتياد السينما في ظل الجائحة. طبعا هناك أفلام كثيرة أدت إلى تأجيل العرض، باتمان وعندنا أفلام مثل أنا مسجلهم هيك الديون في خيال علمي وحتى نو تايم تو داي لجيمس بوند، يعني وتأجل أكثر من مرة. صحيح. لأجل الافتتاح السينمائي. وأيضا من المفارقات أن الصين تصدرت في الصناعة السينمائية وسبقت أمريكا لأول مرة في بسبب الجائحة، وذلك أنها صنعت فيلم اسمه The 800، تحدث عن تاريخ صيني والذي شاهدوه مليار صيني في الصلاة السينمائية الصينية في داخل الصين. وبالتالي بكفي خلاص انه جديد كورونا. نعم. وبالتالي هي تفوقت في شباك تذاكر لأول مرة على الصناعة الهوليودية في عالم. فتحمل هذه الجائحة الكثير من الرسائل بصراحة لفيروس كورونا، عفوا لعالم السينما. والفيروس سبب الكثير من التحايل على موضوع السينما. لو أردنا نتحدث مثلا عن سينما السيارات التي بدأت تظهر، أن تستطيع أن تشاهد السينما بالسيارة في الخواء الطلق، وبالتالي هناك تباعد اجتماعي وهناك أمان، وأنت عائلة لوحدكم وتشاهدون. وهذه انتشرت. هاي لسه ما جربناها. أنت جربتها؟ يعني هي أصلاً كانت وين جربتها؟ هي كانت موجودة قبل الفيروس. في تركيا كانت هناك تجربة، وفي بعض الأماكن في أوروبا بدأوا يجربونها. نعم. حلو. يأخذونك إلى وهناك يتم حتى تعقيم يعني بشكل هيك مبدئي بين السيارات، وأنت تشاهد السينما وعلى البلوتوث وتشغل سماعات السيارة تشاهد الفيلم كاملا. وطبعا هذا بيؤدي إلى عدم سيطرة اليو اس بوكس اوفيس بطريقته التقليدية على صناعة السينما. يعني هنا شوي تحررنا نحن أصحاب السينما المستقلة من سطوة اليو اس بوكس اوفيس. ولكن أيضا وهذا الجدير بذكره في تأثيره على صناعة السينما، اللي هي منصات زي نتفليكس وغيرها كيف ازدهرت وكيف صعد نجمها وسهمها وأصبح التحول. يعني نحن نشهد اليوم. صحيح. نجوما يتحولون من السينما بسبب أنها أصبحت غير قادرة على العطاء الآن إلى الشاشة الصغيرة عن نتفليكس. صارت عم تصنع نجوم. نعم. صحيح. بما أنك حكيت نتفليكس لابد أن نتحدث قليلا عن الشركات الإنتاج العالمية لكن السينمائية. نعم. فعليا قديش تأثرت ولأي مدى تأثرت؟ لو تعطينا أمثلة فعلية حول ذلك. يعني كما قلت سابقا أن هناك في إحجام بشكل عام عن الـ عن الـ عن, عن السينما، لكن هو شو اللي بصير؟ بصير تأجيل لعل الأمور تصبح أفضل. فكل مرة يتم تأجيل، يعني في فيلم زي ما ذكرت اللي هو كريستوفر نولان تينت تأجل أكثر مرة عرضه، ومع هذا عرضوا في افتتاحيات بسيطة في بعض الولايات ولم واضطررنا واضطر في النهاية أن يعرضه على منصات مثل هذه المنصات. فهنا المنصة الإلكترونية أصبح لها اليد العليا على السينما. طبعا السينما التي دائما تاريخيا هي أفضل، وتعرف أن تشاهد فيلم على الشاشة الكبيرة بنفس الحجم الذي صور به أفضل من تشاهده على شاشة إلكترونية صغيرة. صحيح. بالتأكيد. خاصة بعد ما أصلا نتفليكس أيضا تحكمت في التدفق اللي هو الكواليتي اللي هي تدفق الجودة لكي تلبي هذا الكم الهائل أيضا من الطلب المتزايد على
المشاهدة البيتية. بس نورس أنا حابة شوي أوقف عند موضوع الخسائر الاقتصادية. نعم. هلا من الجميل إنه المقارنة ما بين دور السينما اللي هي لاقت خسارة كبيرة في مقابل المنصات الإلكترونية اللي صار يعني في اتجاه كبير إلها. لكن أنا لاحظت ملاحظة واحدة من المسلسلات اللي بتابعها أو بالأحرى هو المسلسل المفضل عندي في السنوات الأخيرة كان The Blacklist. نعم. هلا صار في توقف في تصوير في آخر حلقة من الجزء السابع في نصف الحلقة بسبب جائحة كورونا وصار الإغلاق العام الولايات المتحدة، فحولوا النصف الثاني من هذه الحلقة إلى تصميم جرافيك عشان يمشوا الحال. اللي لاحظته نورس إنه حتى تصميم الجرافيك كان ضعيف جدا، يعني مجرد تمشاية حال ما كان فيه إطلاقا يعني أي نوع من الجودة، على الرغم من إنه هاي المنصات الإلكترونية اللي بتنتج هذا النوع من المسلسلات هي يعني لاقت ربح متزايد. فهل هذا مثلا ممكن نعزيه لمسألة الخسارة الاقتصادية الفادحة في الإنتاج السينمائي والإنتاج الهوليودي بشكل عام؟ مفهوم انه محاولتهم كانت هي مجرد محاوله انقاذ لكي يستمر تستمر الفكره على الاقل في الاستمرار، لكن يبدو انها غير لم تكن موفقه بالقدر، لانه مهما صنعت في الجرافيك انت ما انك بدات فيلمك دراما وممثلين مجسدين على ارض الواقع بشكل طبيعي يكون هناك في فجوه اكيد. وايضا عندنا مثلا احنا بعض الممثلين اصيبوا بكورونا وانت لا تستطيع ان تقوم بهذا الدور اثناء الجائحه، وبعض الممثلين قد تخسرهم انت اثناء الفيروس يعني، وبالتالي هذا كله يعطل عجله الانتاج. يعني نحن نعرف انه اذا ممثل اصلا انت استخدمته في موسم اول ثم في الموسم الثاني اعتذر يجب ان تبدله بممثل اخر وتبني باقي المشاهد الاولى على ممثل جديد. صحيح. فتخيلوا في جائحه اوقفت هذا العمل بشكل كامل. نعم. فهذا نوع من اصلا الانقاذ اليائس لنقول لمحاوله استمرار، لكن الجائحه ألقت بثقلها على الصناعة السينمائية. صحيح. بشكل واضح يعني، وهذا معروف من قلة الإنتاجات السينمائية التي تطرح، ولكن وأيضا هروب الإنتاجات السينمائية التي كانت مثلا مجدولة على 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 العروض السينمائية والآن أصبحت على المنصات يعني نتفليكس وغيرها. طيب في حال يعني أرادت شركة ما إنتاج عمل سينمائي ما حاليا، هل هو بيكون أرخص أقل تكلفة ولا لا بيكون أعلى تكلفة؟ لا، في الدول ذات الصناعة السينمائية التاريخية والعريقة هناك بتعرف أجور النقابة موجودة ولا يستطيع أن تجاوزها. لكن أيضا في سوق العمل عندما يزداد الطلب على الإنتاج التلفزيوني مثلا أو من إنتاج المنصات يصبح هناك أقل تكاليفا وليس كما. ولكن إذا تأملنا الأفلام أصلا التي يمكن أن تنتج في الجائحة وبعد الجائحة، هي معظم أفلام تتعلق بالتأمل الذاتي والوحدة والبقاء في البيت. حتى هناك مخرجين بدأوا باستخدام الهواتف الذكية مع بقلين العدسات ينتجوا هذا النوع من الأفلام، وهذه قليلة التكلفة بشكل عام. صحيح. أنا وأنت تحدث عن موقع واحد، ولكن صراعك الداخلي هو الذي يقود كل الفيلم. جميل. إذن هنا يعني هذا كلامك يقودنا لمسألة البدائل التي بات يفكر فيها صناع السينما. يعني تحدثت عن مسألة أنه فلسفة الفيلم بحد ذاته أو طبيعة القصة هي بديل، ماذا أيضا نورس؟ يعني فلسفة القصة، خاصة أن الناس بعد الحجر، إحنا لا نشاهد هذه الأفلام الآن ربما بعد مرور كورونا. وتعرفين في هوليوود أيضا ربما يريدون أن يكتبوا النهاية السعيدة لاكتشاف اللقاح وحضاره من أمريكا وانتشار الشاحنات وانتظار العالم للقاح. هذه جائحة تم استغلالها على كل كافة الصعود، وبالتالي سيتم استغلالها أيضا سينمائيا. لا تخافوا يعني إحنا مقبلين على هذه المرحلة. لكن كما قلت البديل كان في إنتاج أفلام تصلح للحجر المنزلي والبيت. نعم. وبالتالي أن تكون على المنصات المتغولة أوريدي زي ما بنحكي اللي هي زي نتفليكس وغيرها. نعم. طيب خلينا نحكي شوي، برأيك كيف ممكن لازم يكون شكل السينما يعني والمحتوى بعد جائحة كورونا؟ كيف بتشوفه أنت حسب خبرتك نورس؟ يعني أنا أظن أنها ستخرج أفلام لها علاقة بالمؤامرة وأفلام لها علاقة بالجائحة نفسها كيف انتشرت وبدأت وانتهت، لأنه أصلا عندنا أفلام سابقة كانت تتحدث عن عن, عن, عن وجود شيء مثل خاصة الخفاش الذي سقط في شوربة إحداهن وأصاب العالم كله. صحيح. وأيضا هناك حتى مسلسل عرض في نفس توقيت الجائحة عن نتفليكس كان اسمه بانديميك، كان يتحدث بشكل تاريخي عن الإنفلونزا الإسبانية. نعم. فالأفلام طبعا ستأخذ من الجائحة، لكن ستأخذ على أكثر من صعيد كما قلنا، ليس فقط الصعيد السينمائي يعني الصعيد قصص الحكاية الداخلية، وإنما أيضا على الصعيد السياسي، وإنما كان يمكن استغلال الكورونا على الصعيد الصحي
ونكتشف. تعرفين والخيال العلمي أيضا يعني يسبق أفلام المؤامرات موجودة، فربما يبنى عليها كثيرا، خاصة نحن نعيش في كثير الآن من الشائعات تتعلق بالمؤامرات. كنا كما نقول هناك مؤامرة بحق الكورونا، الآن أصبح هناك مؤامرة بحق اللقاح. فنحن يعني الخيال البشري ما شاء الله منفتح، وهذا سيغني السينما والأفكار. ربما أكتب إحدى السيناريوهات في المستقبل. أها جميل. طيب نورس، خلينا نتحدث شوي عن نقطة أعتقد هي فلسفية ونفسية. يعني بالسنوات الأخيرة على فكرة الناس تعودت على الإبهار البصري الموجود في الصناعة السينمائية، يعني أفلام إنتاجها ضخم جدا، حتى ذوقيات الناس اختلفت، ولذلك مثلا صاروا يحبوا أنه يتابعوا الأفلام اللي فيها إنتاج بصري ضخم جدا على حساب المحتوى. الآن أعتقد مع الخسائر اللي صارت موجودة ومع تبدل الصناعة طبيعة الصناعة السينمائية، هذا الشيء رح يتغير ورح يصير في فجوة. فهل برأيك أنه الناس ممكن يصير في عندها أيضا إقبال، يعني ترجع للبساطة بعد ما تعودت على هذا الإنتاج السينمائي الضخم؟ هل ممكن أنه يحدث يعني ذلك؟ هي في النهاية مهما بلغ إبهار الإنتاج يجب أن يكون هناك قصة. يعني نحن نشاهد أفلام السوبر هيرو كيف مثلا اثنين يدخلون في قتال لا معنى له، لا أحد يموت، هذا إبهار بصري. لكن القصة أين تتواجد؟ وانظر للتقييم حتى على IMDB أو على أماكن أخرى، كيف أن رغم الإبهار البصري بعض الأفلام سقطت في محتوى القصة. الإبهار البصري هو نحن لا نستطيع أن نتنازل عن الكواليتي أو الجودة. صحيح. هذا الآن موجود، يعني أنت إذا أردت أن تبدأ فيلم أنت موضوع الجودة لا تناقشه، انتهى، هذا أصبح خلف ظهورنا. الآن كل الجودة متقدمة وتقدم، الآن بقي المحتوى. ما زال المحتوى القادر على أخذ الناس، الرسالة التي يحملها الفيلم ولو كان مغلفا بإبهار بصري، لكن يجب أن يقترب جدا من تفاصيل إنسانية، وأن يكون صاحب رسالة، أو أنه أن يخلق في داخله معاناة، أو حتى أن يعود. مرات بيستندوا بس على قصة حب يتيمة بتكون بهالفيلم، يعني هيك بمرواها. لكن الماضي موجود، الماضي التجارية طبعا، أنه يجب أن يخرج الموسم ومارفل ما زال عندها الكثير من القصص التي لم تتلوها بعد علينا. نعم. طيب إذا رجعنا شوي لدور السينما، إنه افتتحت الكثير من دول السينما، في دور السينما في أغلب الدول العالم، لكن يعني ما الناس راحت على حتى تشاهد هاي الأفلام. وبطبيعة الحال أنا بشوف إنه هو يعني تقبل النفسي لأنه يروحوا يحضروا سينما، صار التقبل النفسي أكثر بعد جائحة كورونا إنه اللزوم بالبيت. فأنت كيف بتشوف هاي النقطة تحديدا؟ نعم، حسب الاطلاع أكيد الجائحة ستترك أثار أيضا في التفاعل الاجتماعي بين الناس. يعني نحن لم نعد نسلم بالكف، يعني هذا هذا الملمس وهذا المعنى وهذا يعني أين ذهب؟ مع أنه عمره سنة مصافحة، يعني فتخيلي أثارها الآن على السلوك البشري. أنت الآن ستبقى تحب أنت، لأنك وجدت أنك ممكن أن تعيش داخل البيت لمدة طويلة دون هذه الحاجة للخروج الدائم. هذا جزء من إعادة تشكيل السلوك البشري، والتباعد الاجتماعي سيصبح سنة بيننا ربما وليس تقارب. هذا جزء. فتخيل في داخل الجائحة أيضا كيف سيذهب الناس الذين لا يشعرون بالأمان إلى أماكن مكتظة بالسينما. يعني إذا تباعدهم في داخل السينما ربما لا يتباعدوا عند الخروج والحديث عن الفيلم أو في الطابور كما نشهد في المطاعم، مع أن السينما أكثر أمنا بالمناسبة. في المطاعم يتم خلع القناع وتناول الطعام، بينما في السينما أنت تجلس في مسافة في 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 مقعد وتشاهد وأنت مكمم. لكن أيضا هذا أحد أسباب تأثير الجائحة. صحيح. أو أحد أسباب أو النتائج التي أدت بها الجائحة علينا نحن كبشر نعيش يعني في حالة من العزلة المفروضة علينا قصرا، ربما أصبحت الآن جزءا منا. يعني حتى يمكن أنا أشوف من الجانب السينمائي أيضا أنه الإنتاج السينمائي لا تقبل إلا بجموع غفيرة يعني تشاهد هذا الفيلم، يمكن هذا الشيء كمان اللي قلل الإنتاج بطبيعة الحال. طبعا يعني عندما تشاهد فيلما في سينما ويكون هناك التفاعل الجمعي مع المشهد، سواء بالبكاء أو بالضحك أو بالتفاجأ أو بالتصفيق، طبعا هذا يعطي شيء مختلف. صحيح. أمام الشاشة من أن تشاهده أنت على شاشة يتيمة. كمن يقول أنا عندما كنت أكل دائما أبحث عن شخص، أنك إذا أكلت لوحدك فإنك تأكل كالذئب. طيب في نقطة صراحة لو حبينا هيك شوي نعمل مقارنة ما بين الإنتاج السينمائي الهوليودي أو الغربي وما بين الإنتاج العربي، أنا لاحظت أنه الإنتاج العربي اللي كان نوعا ما أقل من السنوات السابقة في ظل جائحة كورونا ما تغير من حيث المحتوى. يعني كنا مثلا نتوقع أنه نشاهد بالأفلام أو المسلسلات الحديثة أنه صار في التباعد الفيزيائي. صحيح. صار في مراعاة نوع من المحاكاة لجائحة كورونا، لكن لاحظنا أنه كان في انفصام عن الواقع في الإنتاج العربي وكأنه إحنا عم نشاهد يعني مسلسلات من عالم آخر. على المستوى السينمائي الغربي يعني أنا ما زلت يعني بصراحة حتى هاي اللحظة مش كتير معولة إنه الإنتاجات كلياتها رح تكون عم بتحاكي بالفعل جائحة كورونا. هلا هي أول شيء الأمل بانتهاء الجائحة وإيجاد اللقاح جعل الناس لا يستثمرون كثيرا في الإنتاجات السينمائية باتجاه هذا الموضوع. النقطة الثانية، هناك الكثير من القصص التي كانت مدرجة أصلا
للإنتاج قبل الجائحة، وبالتالي على جدول الإنتاج. فموضوع الكمامة، موضوع التباعد الاجتماعي لم يكن حاضرا في داخل القصة. لذلك أنا أقول أن سنشهد هذا النوع من الأفلام بعد الجائحة، يعني في السنة القادمة ربما سيخرج بعض الأفلام والمسلسلات التي ربما تحاكي. النقطة الأخرى، الإنتاج العربي أيضا الموسمي، الآن رمضان قادم يعني، وتعرفون بدأوا الآن التحضير لرمضان، ربما تظهر بعض القصص لها علاقة بالجائحة، لكن كما قلت ربما تكون قصص مدرجة أصلا من هذا المجال، هذا الإنتاج الموسمي والعقود أصلا سارية بحقها، وفقط هم يريدون أن يدوروا الكاميرا وعطلتهم قليلا بعض تفاصيل الجائحة. نعم. نعم. متأكدين أنه نحن ما بعد كورونا ليس كما قبل كورونا طبعاً. قولاً واحداً كان بالسينما وحتى بكل جوانب الحياة. شكرا كثير لك لوجودك معنا اليوم، لكل هالمعلومات القيمة عن مخرجنا ورس أبو صالح. شكرا. شكرا.